أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. محافظة مأرب التي أصبحت قبلة لأغلب النازحين من عموم محافظات اليمن ومنذ انقلاب الميليشيا على الدولة ومطاردة معارضيها، لجأ الكثيرون إلى مأرب كملاذ آمن كونها من أوائل المحافظات المحررة. عاشوا فيها قرابة 4 سنوات فأصبحوا قوام سكان هذه المدينة، قرابة 3 ملايين نسمة، يشكل النازحون نسبة 90% منهم. رفع النازحون في مأرب أصواتهم مناشدين السلطة المحلية إيجاد حل يقيهم جشع ملاك العقارات التجارية والسكنية، لكن رد السلطات المحلية والمتمثلة في مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة جاء موجها لمكاتب العقارات ومالكيها والسماسرة والعاملين في مجال العقارات بالالتزام بمقترح اللجنة المكلفة بهذا الخصوص، والذي ينص على اعتماد زيادة 25% على إيجارات العام 2014 كحد أدنى و 50% كحد أقصى. عن مشكلة الإيجارات المرتفعة للعقارات السكنية والتجارية في مأرب ومعاناة السكان من هذا الأمر وعن دور السلطة المحلية تجاه المشكلة سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد التقرير. استراحت مأرب قليلا من الحرب وتعافت في جوانب عدة حتى بدت على هذا النحو من التمدد والاتساع، وبهذه الصورة الفريدة وهي تعود رويدا رويدا للواجهة بعد عقود من التهميش، فالحركة التجارية والتنموية فضلا عن الاستقرار الأمني جميعها عوامل جعلت من المدينة الأكثر مناسبة للعيش والعمل، غير أن الساكن فيها يواجه صعوبات وتحديات كبيرة، حيث يشكل ارتفاع الإيجارات وغلاء السلع والمنتجات داخل أسواق المدينة والتلاعب في بيع وشراء العملات الأجنبية والمضاربة فيها أبرز التحديات، ما جعل الناس هنا عرضة للاستغلال والابتزاز. بيأثر على المستوى الاقتصادي بشكل كبير، لأنه لما أنت تشتغل بمبلغ وقدره ويكون معظم دخلك للمؤجر، أنت ما بتحصلش أي حاجة، ما بتستفيد شيء من عملك ولا بتستفيد من أي شيء تدخل فيه مهما كان دخلك مرتفع. الإيجار بياخذ النصيب الأكبر منه. وضع غاية في التعقيد، فغالبية من يسكن المدينة والشريحة الأكبر فيها من النازحين وجنود الجيش الوطني والذين تعد نسب دخلهم محدودة ومتواضعة إذا ما قورنت بالارتفاعات السعرية، وهو ما يضاعف من معاناة هؤلاء، لتبدو الحياة والاستقرار بالمدينة تحديا يعجز الكثيرون عن اجتيازه، وهو ما زاد من مطالبات الناس للسلطة المحلية بتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي، غير أن السلطات في مأرب بدت عاجزة عن حلحلة أمور كثيرة وبدت معالجاتها محدودة ومؤقتة، فمشكلة الإيجارات على سبيل الذكر للحصر تحاول الجهات المعنية من وقت إلى آخر إصدار تعميمات يأمل الناس أن تجد طريقها للتطبيق مستقبلا. المكتب تلقى عدة شكاوى من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بأن أصحاب العقارات أو مالك العقارات قاموا برفع الإيجارات بشكل جنوني، حتى أصبح في محلة تجارية فوق 5% على 2014. فالمكتب أخذ عاكفا على وعمل على التعميم بضبط مالك العقارات، إن شاء الله بينفذ وفق آلية. الآن احنا في صدد إعداد آلية تنفيذية لهذه للتعميم. طرد المستأجرين وإخراجهم من قبل ملاك المنازل واستغلالهم في أحايين كثيرة معاناة تكررت مع الأسر النازحة التي استقر بها الحال في مأرب. صحيح أنها ظاهرة جديدة، غير أنها باتت واقعا معاشا، وهو ما يستوجب من السلطات التدخل بشكل عاجل ووضع حدا لتجاوزات خطيرة يتعرض لها الناس في المدينة. نجحت مأرب في تصدير نفسها بأكثر من صورة، أهمها في الجانبين الأمني والاقتصادي، وفي مقابل ذلك يقول الناس ما جدوى نجاحات وإنجازات لمدينة تبدو الحياة معها وفيها غاية في الصعوبة والتعقيد، وهو ما يتطلب من السلطات هنا العمل على خلق حالة توازن بين قدرة الناس وفرص السكن فيها. خليل الطويل لبرنامج المنصة، قناة بلقيس، مأرب. شكرا للزميل خليل الطويل على هذا التقرير من مأرب. لدينا اتصال شيماء من مأرب، أهلا بك شيماء. أهلا بكم. شيماء، ما تعليقك في موضوع هذه الحلقة حول أزمة السكن في محافظة مأرب، هذه المعاناة المستمرة والمتواصلة للسكان فيها؟ والله في الحقيقة مشكلة الإيجارات سبب من المشاكل التي تنتشر كثيرا وتم تناولها بشكل كبير، ولكن لم يصل أحد إلى حل حقيقي لهذه الأزمة. أزمة العقارات التي
ارتفاع مستمر ولا زال النازحين يعانون كثيرا بسببها. أنا أراها المشكلة القاسمة للظهر، الواحد يعني من المستأجرين قد يدفع ثلثي راتبة إيجار. طيب شيماء، ما تقييمك لما تقوم به السلطات المحلية في المحافظة؟ هو طبعا صدر قرار في 2016 غير القرار الذي صدر مؤخرا من السلطة المحلية، كان تقريبا مشابه انه منع قيد الايجارات فوق نسبة معينة، مع ذلك لم يفد شيء منه، ولا اظن ان القرار الذي صدر مؤخرا ايضا سيغير شيء، لانه لو جئنا ننظر من زاوية اخرى، اذا تم الاصرار على تنفيذ هذا القرار سيفتح باب كبير من المشاكل بين ملاك البيوت وبين النازحين وبين السلطة المحلية، لانه احد اسباب الاندفاع اولا هو المستأجرين الذي فتح باب مزادات للشقة، من يدفع أكثر من سيحصل على الشقة، فصدور قرار مفاجئ هكذا أنه تخفض الإيجارات يعتبر قرار غير منطقي وسيفتح يعني مشاكل كثيرة، سيفتح ربما جبهة داخل المدينة، سيما أننا نعرف أن أصحاب البيوت وأغلاق العقارات يتسموا بالمعونة والبشع، لذلك أرى أن هذا القرار إذا كان فقط لمجرد تهدئة ستظل هكذا يعني المشاكل السياد، أما إذا كان سينفذ فربما تتوالى ويرسل وتوجد تداعيات خطيرة أكثر مما هي موجودة حاليا. شكرا شيماء. أيضا من مأرب أرحب بالأستاذ يحيى الأحمدي، أهلا بك أستاذ يحيى. مرحبا بك أخي سامي، وشكرا لكم على تسليط الضوء على هذه القضية التي ربما أرقت كثير من النازحين هنا في مأرب. طيب، هذه المعاناة المستمرة في محافظة مأرب للسكان وتحديدا النازحين ربما وكل من هم في خانة أو في سياق المستأجرين، في العام 2016 كانت هناك قرارات سابقة لم يتم الالتزام بها كما استمعنا من حديث الأخت شيماء، هل تعتقد هذه المرة هل هذه القرارات الصادرة عن السلطة المحلية هل ستحدث فارق في صالح الذين يعانون من هذه الأزمة؟ المواطن هنا كما يقال الكرة في ملعب المواطنين والناجحين، اليوم بيدهم وثيقة بإمكانهم أن يرفعوها في وجه أي يعني أي مؤجر يريد أن يبتزهم أو يستغل هذه الفرصة، والقانون اليمني واضح في هذه النقطة أنه يجرم استغلال ظروف الناس، الناس هنا في مأرب يعني نازحون ومعرضون للتهديد في حياتهم ولجأوا إلى هذا المكان، والسلطة لم تقصر، هي أصدرت هذه الوثيقة، وبالتالي أقسام الشرطة بعض أقسام الشرطة رفعت هذه الوثيقة على جدران المبنى لتقول لأي متضرر تعال والدولة ستنصفك، لكن لا يمكن أعتقد فرض هذه الوثيقة من طرف واحد إذا كان المواطن لا يبحث عن حقه ولا يبحث عن حقه ولا يبحث عن يعني ما كفله الدستور والقانون وحتى قانون السلطة المحلية الذي جاء بهذه الوثيقة. وفي الحروب يعني يجوز للسلطات أن تسن قوانين وأن تفرض ما تراه من أجل مصلحة المواطن ومن أجل أمنه واستقراره، لا يكفي أن تحمي المواطن، الأمن متوفر في مأرب إلى حد كبير، لكن يبقى الأمن من هذه يعني إذا جاز نقول من هذه الحملات المنظمة التي تستهدف فئة معينة، إذا سمحت لي فإن بالوقت يعني فإن في مأرب ثلاث فئات، الفئة الأولى فئات المستثمرين والقادة العسكريين والمسؤولين، فهؤلاء إلى حد الآن كثير منهم ذهبوا ويعني أخذوا اشتروا أراضي وبنوا منع. يعني المستثمرين الآن هم من تريد أن تقول أنهم من مسؤولي السلطة المحلية ومن القادة العسكريين، وبالتالي قد يصعب على السلطة المحلية والأجهزة المعنية بتنفيذ هذا القرار في التعامل معهم؟ نعم، اسمح لي أخي سامي أن أكمل الفكرة، يعني الفئة هذه فئة العسكريين والسياسيين الكبار والتجار وذوي الذين يمتلكون المال، هؤلاء لا يهمهم أي إيجار، سيدفعون بأي مبلغ وبأي أهم بالأهم عنده أن يحصل على سكن. يعني الفئة الأخرى هي فئة
العسكريين الجنود وفئات الصحفيين والإعلاميين وذوي الدخل المحدود هؤلاء هم الذين يتعرضون لهذه الممارسات التي ابتزت جيوبهم وابتزت ما لديهم من مال. يعني بعض العسكريين راتبه لا يأتي إلا بالأربعة للأشهر، أين يضع أبنائه؟ إن عاد إلى القرية وإلى أهله تعرضوا للاختطاف والتنكيل، وإن بقوا هنا لا توجد الرواتب، تتأخر إلى أشهر كبيرة ويأتي في بعد 5-6 أشهر راتب واحد. ماذا يصنع به العسكري بهذا المبلغ البسيط في هذه المدينة التي تتطلب السكن وتتطلب الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة؟ فهؤلاء الآن الكبار الذين يمتلكون الأموال بنوا بيوت خاصة ومشكلتهم حلت. الآن بقي هؤلاء الفئة هذه البسيطة، أين يذهبون وكيف سيكملون حياتهم في هذه المدينة وهم إما في الجبهات وإما بعضهم داخل محدود لا يستطيع أن يعطي هذا المبلغ المطلوب اليوم؟ طيب المتهم بهذا الملف في ملف استغلال حاجة الناس والرفع على المستأجرين أصحاب البيوت مالكي البيوت والعقارات، ما هي مبرراتهم لهذه الزيادة غير المعقولة في الإيجارات؟ لا أخفيك أن عدد من أولا نوضح بأن من أصحاب العقارات هنا والملاك هم مستثمرون قدموا من محافظات مختلفة، ربما مأرب عدد بسيط جدا، ولا أخفيك أن بعض المؤجرين ظل بنفس الإيجار الذي كان يتعاطاه قبل الأزمة وقبل النزوح، وإلى الآن وهم مستمرون في هذا الإيجار المبلغ المحدد 20 إلى 25 ألف ريال للشقة الواحدة. لكن هؤلاء الذين قدموا لا نعرف من أين جاءوا، عمارات تنهض في أيام ثم تعرض للإيجار وللتنافس، من لديه مبلغ كبير استأجر، ومن لم يستطع يعني فعليه بالخيمة التي تقف على أطراف المحافظة، وهذه الخيمة لا تتوفر حتى. المنظمة الإنسانية أيضا وقعت مأرب في الهامش، لا توجد منظمة إنسانية لتمويل الناس يعني سكان وتؤمن أقل شيء تأمين الأسرة البسيطة التي لا تطلب الشقق الفارهة أو الضخمة، الشقق هي متواضعة. طيب أستاذ يحيى، في القرار يتحدث عن أنه الزيادة متوسط الزيادة ربما ستكون 25% عن إيجارات العام 2014، أنت أشرت إلى نقطة مهمة أن هناك عقارات شيدت وبنيت خلال هذه الفترة، في هذه الحالة كيف سيتم التعاطي والتعامل؟ القرار أو الوثيقة إذا تم التعامل معها بجدية فليست قرآن منزل، يعني بإمكان أن تجد حل وسط، يعني حتى بعض المؤجرين، لا أخفيك أن بعض المؤجرين على يعني ربما هو يشعر من قرارة نفسه أنه بالغ في الإيجار، لكنه ينظر إلى جاره الذي بالغ وحصل على فرصة أنه شخص متوفر لديه المال ويصبح التنافس. هما ربما هم إذا ما كانوا هناك جدية وأيضا جدية من المواطن نفسه، يعني لا أخفيك أن المواطنين والنازحين يتحملون الجزء الأكبر بسبب صمتهم، لو أنهم تحدثوا عن هذا الموضوع منذ وقت مبكر لما حصل ما حصل. يعني اليوم هذا القرار أو هذه الوثيقة لو كفت الزيادة المتسارع، يعني هذا الشهر تدفع للمؤجر مبلغ معين، بعد شهر يطالبك بزيادة 10,000 وبعدين 10,000 وهكذا كل شهر، هذا القرار أو الوثيقة إذا استطعت أن تحد من الاستمرار في الارتفاع فسيكون شيء إيجابي. أيضا ستجد حل للشقق البسيطة والمتواضعة التي لجأ الناس إليها مضطرين، ولا أدري ما هي المادة في القانون، ربما أصحاب القانون أعلم بذلك، إن تجرم هذه النقطة أن تستغل ظرف الإنسان في حالة معينة أو كذا وفي عقوبة حددها القانون اليمني. يعني صحيح أن قانون المؤجر والمستأجر ربما لم يقر في النواب، لكن هناك قانون عام أو في بنود القانون اليمني، ولعلك لو استضفت أحد الحقوقيين سيوضح هذه النقطة وستجد ألف مخرج لهذا التعميم الذي ربما اعترض بعض الناس أنه لم ينفذ، وهذه لم ينفذ يعني لا يمكن، لا يوجد قرار صعب التنفيذ، ولكن إذا ما وجدت الجدية من الطرفين وقامت الأجهزة الأمنية والرقابية بدورها ستجد لها هذه التعميمات وهذه. أشكرك جزيلا أستاذ يحيى، وهي نقطة مهمة موضوع أنه لو الزميل المنتج يتواصل لنا مع أحد الحقوقيين حتى نسأله في هذه النقطة. طيب عن اتصال الأخ نبيل من مأرب أيضا، أهلا بك نبيل. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام.
تعليقك في موضوع هذه الحلقة حول أزمة السكن في محافظة مأرب، وهل تعتقد أن القرار الأخير سيحل المشكلة؟ طبعاً السكن وزيجات في محافظة مأرب أثقلت كاهل الناس وخاصة النازحين والمتوسطي الدخل وكثير من الفئات اللي لا تملك مصادر دخل، أو وخاصة في هذا الوضع وفي هذا الظرف في ظل عدم انتظام الرواتب بشكل شهري، هذه المشكلة ضاعفت معاناة الناس ويعني أثقلت كواهلهم. طبعا التعميم الحكومي هو جيد إلى حد ما ورائع، لكن ننتظر الأداء التنفيذي لهذا القرار، أن تشكل اللجنة هذه وتنزل إلى المساكن وإلى العقارات لتعينها وتعيد يعني لأنه يعني تصدر قرار ويظل كالقرار السابق بدون تنفيذ ما ينفعش. لا، لكن أعتقد أيضا هناك صعوبة في موضوع أنه تشكل لجنة لتنزل على كل المساكن وكل البيوت في محافظة مأرب لتطبيق هذا القرار، أعتقد أنه ربما ستكون هناك آلية أخرى. طبعا نعرف أنه نقدر أنه قضية رفع الإيجارات ليس الطرف الوحيد فيها هو المؤجرين والعقارات، لكن أقل شيء اللجنة هذا تقوم بالنزول الميداني إلى المساكن وفي المجمع، في منطقة المجمع، يعني لا نقول في منطقة المجمع هذا البضعة الكيلو مترات البسيطة، لأن هناك يعني حالة من الجشع وفي مزايدة في أسعار الشقق وفي ناس يتم إخراجهم واستبدالهم بآخرين. التنفيذ هو المهم، الرقابة من السلطة المحلية على تنفيذ هذا القرار وهو المهم، أما أن تصدر قرار ويظل هكذا حبرا، نحن لا نريد قرارات وكذا، هو يعني يتضمن معالجة مهمة ورائعة لكن يحتاج إلى تنفيذ. طيب أشكرك نبيل. ينضم إلينا الآن من مأرب مدير لجنة تنظيم الإيجارات في مكتب التجارة والصناعة في محافظة مأرب، أهلا بك أستاذ محمد. أهلا سريع أستاذ محمد، نتحدث عن موضوع أزمة السكن والقرارات الأخيرة المتخذة من قبلكم للتخفيف من معاناة المواطنين في محافظة مأرب، لكن بالنظر للقرارات السابقة التي صدرت في الأعوام الماضية ربما المواطنين غير متفائلين بأن هذا القرار سيرى النور أو سينفذ وستقل الإيجارات مراعاة لظروف الناس، ما هي الأدوات والآليات التي من خلالها ستبدأون بتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع؟ إن شاء الله احنا عازمين ومصرين على تنفيذ هذا القرار، على القرار حتى الخاص بالعقارات بالإيجارات العقارات. الآن في صدد احنا في صدد المكتب في صدد إعداد آلية تنفيذية لهذا القرار ومصرين على تنفيذها بالحرف الواحد. طيب لو أمكن أن تطلعنا عن هذه الآلية التنفيذية، لأنه هناك غموض ربما، يعني صدر القرار يتحدث عن 25% زيادة عن واقع العام 2014 و 50% كحد أقصى، ما هي الآلية التنفيذية التي من خلالها ستنفذ هذا القرار؟ في الآن في صدر إعدادها، ولكن في من ضمن الآلية التنفيذ لو فاتم تحيلهم الى مباشره الى النيابه لاتخاذ الاجراءات الراجعه ضد ملاك العقار المخالفين للتعميم او القرارات المتخذه من قبل السلطه المحليه. طيب استاذ محمد، الان مثلا متوسط منزل كان في محافظه مأرب ايجاره في العام 2014 40,000 ريال، يفترض وفق القرار الاخير ان الزياده تكون 25%، 10,000 مثلا، ان يصل الى 50,000. الان اذا كان هذا المنزل مؤجر الان ب 100,000 ريال، هل سيتم انزال الايجار الى المبلغ المنطقي والمعقول؟ يعني هذا هو ما يهم الناس الان، ام يعني ان شاء الله بيعود يعني يكون بننفذ القرار انه الايجار كان. بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية بمرتكب اللواء سلطان عرادة. طيب نتوقع أنه في ضمن هذه الآلية التنفيذية ستحدد أسعار، يعني مثلا المنزل غرفتين سيكون سعرها كذا، ثلاث غرف، ستوضع أسعار وقائمة. هي الآن في احنا استندنا على إيجارات العام 2014،
هذا بالنسبة للمباني والعقارات والمواقع يعني السابقة. أما بالنسبة لما بعد 2016 حددنا 500 ريال لكل متر مربع، هذا بالنسبة للسكن يعني العائلي. أما المحلات التجارية 2000 ريال لكل متر مربع. يعني أنتم محددين أسعار وتسعيرة وسيتم إلزام الناس بها يعني؟ إن شاء الله إن شاء الله. طيب كم ستأخذ من الوقت هذه الآلية التنفيذية حتى تبدأون في السلطة المحلية بتنفيذها؟ في من يوم الأحد الاثنين يعني خلال الأسبوع بالكثير الأسبوع القادم. والله يعني أشياء وأخبار مبشرة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الوجيه رئيس ومدير لجنة تنظيم الإيجارات في مكتب التجارة والصناعة في مأرب، شكرا لك. طيب نذهب لمشاهدة بعض التصريحات من بعض المواطنين في محافظة مأرب على الموضوع. بالنسبة للتعميم هو سيأخذ طريقين، إحدى طريقين. الطريق الأول يا أما ينفذ، وإذا نفذ بالتأكيد ستحصل مشاكل كثيرة، لأنه يعني طبعا لما فجأة يصدر قرار يخبر ملاك البيوت والمؤجرين أنه ينزلوا الإيجارات، فطبيعي أنه يحصل رفض، يحصل ممانعة، وتحصل مشاكل أيضا بين المؤجر والمستأجر. وطبعا نعرف احنا في ملاك البيوت يعني عندهم تعنت وعندهم رعونة في التصرف، فأكيد أنها تحصل مشاكل تؤدي إلى فتح أبواب السجون، ممكن يعني قضايا كثيرة. الطريق الثاني أنه بس أصدر التعميم لإسكات المستأجرين والنازحين، وهذا أعتقد أنه الطريق الذي سيأخذه أنه بس لمجرد إسكاتهم. في الآونة الأخيرة ظهر ما يسمى بظاهرة نقل القدم للشقق السكنية، طبعا هذا بسبب ارتفاع الأسعار في الشقق وكذلك عدم وجود الرقابة من السلطة المحلية أو رد على المالكين للشقق. يعني تجد مثلا غرفتين صغيرتين من مطبخ وحمام بالكاد يعني تكفي لأربعة أفراد من العائلة، وإيجارها من 70 إلى 100 ألف. أيضا ظاهرة نقل القدم الآن من 300 ألف إلى 400 إلى 500 ألف، هذه ظاهرة جديدة. وعلى السلطة المحلية أن يعني تجد حلا لهذه الظاهرة المخيفة والمفزعة بحق الناس. إذن كانت هذه بعض التصريحات من مأرب. لدينا اتصال أخ خليل المليكي، أهلا بك خليل. أهلا خليل، تعليقك ومشاركتك في الموضوع حول أزمة السكن في مأرب والقرارات الأخيرة من السلطة المحلية. نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. مأرب حين نزح إليها الجميع وأصبحت ملجأ للناس جميعا من هرب من بطش الميليشيا الانقلابية، طبعا حالات من الجشع لدى التجار وكذلك لدى مالكي العقارات، وهذا ما حفظت مأرب لأن والطلب أكثر من العرض ما يقارب 400%، لكن هذا لا ليس سببا يكون المؤجرين أو مالكي العقارات بس هربوا وتركوا أملاكهم وتركوا كل ما يملكون، لكن أن يصب في مكان هو قرار صائب. ومدير الصناعة والتجارة هنا في المحافظة وقال هذه من ضمن القوانين التي هي موجودة لدى الصناعة تفعل، وأن المحافظ أمر بأن تشكل يعني لجنة لمتابعة هذه القضية وفق القانون في المؤجرين على و جذرية وسريعة و بالشكاوى لاصحاب العقارات وللتجار حتى يتمكنوا من عاد الناس المشاكل التي وقعوا فيها وعن هذا الجشع ملاك العقارات. طيب مدير لجنه التنظيم كان معنا قبل قليل باتصال من مأرب، قال ستبدا اللجنه بتنظيم بالبدء بتنفيذ هذا القرار من يوم الاحد او الاثنين. نعم نعم. برايك ما هي المشاكل التي قد تصادف تنفيذ هذا القرار؟ المشاكل هو عدم تسجيل العقارات لدى الدولة، لا يوجد تنظيم. أنا أظن بأن إذا أرادوا أن تكون محلولة بالطريقة الصحيحة أن يجمعوا بأصحاب العقارات وكذلك السجل العقاري، أن
يوضح من هم المؤجرين الذين بدأوا بهذه المغالاه. المؤجرين وهم معروفين في المحافظه، ومدير الصناعه والتجاره يعرفهم، والناس جميعا يعرفهم. هم الذين طلبوا من المستاجرين بان يدفعوا بال يعني اموال، يعني ان يدفعوا الايجار بمبالغ كبيره، وكذلك بالعمله السعوديه والدولار، ورفضوا ان يسلموا من المستاجرين ب المحافظه. اذا تم الاجتماع بهؤلاء وشد المحليه في المحافظه وتنفيذ القرار على هؤلاء الكبار، وكذلك ان يتفاعل المواطن مع هذه القضيه وان يتفاعلوا بانفسهم، ما لم تتطلب المشكله طلب كل يوم يزداد. وكذلك المشكله من بعض المواطنين، ان بعض المواطنين ياتي ويغالي على المواطن في هذه الشقه 50,000، ياتي الى البيت او مالك العقار و 120,000 يؤجر له، وهذه مشكله تحدث بين المواطنين وحدث يعلمون عن هذه المشكله. خلينا انا محاول اركز معك بالاتصال، لكن يبدو انك مشترك بمجموعه واتساب كثير، كل شيء توصلك رسائل. لا 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 لا، تعبون الاتصال فقط. طيب طيب خليل، أنت لن تشكك ربما تقول أنه قد تجد السلطة المحلية صعوبة في تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع. طيب ما حاجة السلطة المحلية لاتخاذ هذا القرار إذا كانت عاجزة عن تنفيذه؟ يعني لماذا من الأساس يتخذوا هذا القرار ويضعوا نفسهم في موقف الحرج؟ نحن نأمل ألا يكون هذا اللجنة السابقة التي شكلت برئاسة أحد وكلاء المحافظة، وكان لا يجدون من ينصفهم إلا من بعض القضايا إذا لا يحدث هذا الشيء، لكن في الجانب المالي ورفع لم ينصبوا احد حتى نقولها صراحه. لكن نتمنى وجاد في هذا و وصلت اليه بشكل كبير، وهو يقف الى جانب المواطن، تضغط السلطه المحليه على الواقع ان تكون هناك حمله امنيه على كل من يرفض تنفيذ هذا القرار، حتى يتمكن المواطن من العيش بامان، لانه لا توجد مرتبات، انت تعرف هذا الشيء، ولا دم، ودخل المواطن ضئيل بشكل لا يتصور، فاصبح المواطن يلاحق بعد الشغل والعمل ويجمع يدفعها لمشكله وجريمه، ويحرم اهله ويحرم ابنائه من كثير من الاشياء حتى يستطيع ان يفي بالايجار، والبعض منهم ذهب الى مخيمات الجوف والى لا يستطيع العيش فيها، وخاصه في فصل الشتاء، حتى لا يكون تحت رحمه المؤجرين. شكرا لك خليل من مارب، وعبر الهاتف من مارب ينضم الينا وكيل محافظه مارب للشؤون الاداريه الاستاذ عبد الله الباكري. اهلا بك استاذ عبد الله. مرحبا. إذا معاناة مستمرة ومتواصلة للمستأجرين داخل محافظة مارب، وكما تحدث الأخ خليل البعض اضطر للذهاب إلى المخيمات في صحراء المحافظة هربا من جشع المؤجرين. أنتم اتخذتم قرارات أخيرة الآن، وكنتم اتخذتم أيضا قرارات في السنوات الماضية للتخفيف من هذه المعاناة، إلى أي حد أنت الآن كمسؤول متفائل بأن هذا القرار سينفذ على أرض الواقع، وما هي الصعوبات التي ماثلة أمامكم الآن في تنفيذ هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناه رجيس وبرنامج المنصه. وطبعا هناك تدابير واجراءات تمت لكبح جناح ملاك العقارات ومكاتب العقار، واطلعتم على القرار التعميم الاخير، وطبعا هذا هو ضمن الاجراءات التي اتخذت في العام نهايه العام 2016 في اللجنه. هذه اللجنة روعت تدابير مع اللجنة الفنية المفطرة مكتب الصناعة والتجارة، وكما تم في التعميم انه طبعا الزيادة هي 25% فقط بالنسبة للعقارات الذي ما قبل الانقلاب، المستأجرين ما قبل الانقلاب الحوثي يطبق عليهم الزيادة فقط 25%، وبالنسبة للمحلات التجارية طبعا لانه هذه تجارة
50%. الان في معانا مساكن جديده بتتوسع، عمران رهيب واستثمار عقاري في وحدات سكنيه. اتخذ قرار ايضا من المعالجه، من ضمنها طبعا المساكن الجديده الايجارات المتر المربع 500 ريال، يعني لو في بيت صغير يمكن ما يوصل الى 50,000 تقريبا ايجاره في الشهر. بالنسبه للمحلات التجاريه المتر المربع 2000 ريال، لكن هذه لابد هذه الاجراءات ان شاء الله ستنفذ، ووسائل الضبط ستكون واجبها الاجهزه الامنيه في تنفيذ هذه التعليم. لكن نحن لابد من تعاون الجميع حقيقه. كما اشرنا سابقا انه هناك جشع في الاداء المستعجل. ايوه. اضف الى ذلك انه في هلع لدى المؤجلين، لما ياتي لا ياخذ ويعطي ويندفع بسرعه للايجارات، قال له 100,000 على طول يوافق، لانه في اقبال. وفي طبعا انت عارف انه مارب نزوح مستمر اليها، وبلغ لدى الناس 3 مليون. هناك تداعي اخرى ايضا، مثلا الجمعيه الكويتيه، يعني نسجل الشكر لهم، وضع الاسبوع الماضي وضعنا حجر الاساس ل 1000 وحده سكنيه في مديريه الوادي، وتم تجهيز حوالي 150 في منها بيوت جاهزه مؤقته، وفي منها شقق. طيب استاذ عبد الله، الآن تراهنون في السلطة المحلية كما قلت على أن يحدث تعاون ما بين المالكي المنازل والمؤجرين، لو كان هذا التعاون موجود من البداية لما كانت حصلت حالة الهلع والجشع من المؤجرين، يبدو أنه لابد من وجود حزم في تنفيذ هذه القرارات، لأنه مثلا الآن الذي مؤجر منزله في المباني الجديدة ب100,000 ريال لن يرضى أن يتم تخفيض الإيجار إلى 50,000، بالتالي ما هي الأدوات التي من خلالها سيكون هناك حزم في تنفيذ هذه القرارات؟ أستاذ عبد الله، إذا فقدنا الاتصال بوكيل المحافظة من مأرب، اتصال فضل القادر. أهلا بك فضل. مساء الخير. طيب فضل، إلى أي حد أنت متفائل بالتصريحات التي سمعناها اليوم من مسؤولي السلطة المحلية في مأرب أنهم سيبدأون بتنفيذ هذه القرارات والأمور واضحة ويبدو أنه مسعر سواء المنازل القديمة أو الجديدة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة للتحدث في هذا المجال، والشكر موصول لوكيل المحافظة الشيخ عبد الله أحمد الباكري. أولا أتمنى من السلطة المحلية في مأرب متابعة التعميم الذي نزل والضغط على المؤجرين بأن يلتزموا بهذا التعميم، وإن لم يكن هناك متابعة من السلطة المحلية للمؤجرين لتنفيذ ما ورد في التعميم من السلطة المحلية من خفض الإيجارات على المستأجرين، فإن جشع وطمع بعض التجار لن يتجاوب مع هذا إلا بالضبط. أما البعض الآخر من التجار أو المؤجرين ولهم الشكر بقوا على الحالة الأولى ولم يرفعوا ولا زالوا إلى الآن، ونعرف بعضهم بالأسماء أنهم لم يرفعوا الإيجار. الرسالة الثانية إلى الإخوة المؤجرين، نقول لهم اتقوا الله في إخوانكم الوافدين النازحين من المحافظات الأخرى، خصوصا وأن مأرب أصبحت قبلة ووجهة اليمنيين كاملة. أن ليس هذا بواجب الضيف أن يرفع عليه الإيجار، وإنما واجب المضيف أن هذا مخالف للشرع والقانون والعرف الأسلاف والأعراف التي تربينا عليها في محافظة مأرب. نعم. طيب فاضل، أنت يعني يبدو أنك من أبناء محافظة مأرب، هناك مبررات لبعض المالكي المنازل أنه ربما البناء وأدوات البناء أسعارها مرتفعة ليست كما كانت في السابق، وبالتالي هم
رفعوا إلي إلي حتى تعتقد المبررات التي يقدمها مالكي المنازل والمؤجرين منطقية؟ لا يوجد هناك مبررات. ارتفاع المواد، مواد البناء وما شابهها، لا يحق للمؤجر أن يرفع الإيجار على المؤجر ويدفعه من تعبه لكي يعوض هذا التأجير ما خسره في المباني، لكن بمبالغ. فيما أعطى، لكن أن يرفع الإيجار إلى أسعار خيالية وكأننا في بلدان أخرى، فهذا لا يحق لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا. طيب شكرا جزيلا لك فضل. حول الموضوع نستعرض معكم بعض التعليقات من فيسبوك. الأخ سامي الرشيدي يقول: استغلال الوافدين لمأرب في ارتفاع الإيجارات في الشقق السكنية والمحلات التجارية غير واضح بالنسبة لي. باسم يقول: لو عندك عربية آيس كريم في مأرب. مشاركة أيضا غير واضحة اللي بعده. الأخ الجمعة يقول: من الأنصار تقاسموا مع إخوانهم المهاجرين أموالهم وزارعهم بيوتهم بدون مقابل ولا إيجارات، أين نحن من الأنصار في مأرب؟ الإيجارات غالية، استغلال واضح للنازحين والأيتام والمأسورين والمشردين والمساجين. الأخ فضل يقول: محافظ مأرب يوجه بخفض أسعار الإيجارات ويحذر ملاك العقارات من استغلال النازحين والمرابطين. إذن وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة في أمان الله.